بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعضنا طريقة عمل شاورما الفراخ. عندنا نص كيلو بانيه مقطع شرايح صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، طبعا مغسول كويس جدا بالخل والملح ايه والدقيق. ممكن لو عايزين تقطعوا شرايح اقل من كده عادي شغال. وعندنا فلفلتين كبار، وعندنا بصلتين متوسطين الحجم، وكوباية مية وزيت، معلقتين زيت. انا بعمله بالزيت عشان يبقى خفيف شويه. ممكن لو عايز تعمله بالسمنه عادي او سمن بلدي مفيش مشكله. وعندنا الاساسي ملح وفلفل اسود. عايز تزود بهارات حسب الرغبه مفيش مشكله، او عايز تحط ثوم زي ما انت عايز تحط. حلو، هنبدا دلوقتي مع بعضينا الشغل. هنحط طاسه زي كده عاديه خالص على نار ونعليها على الاخر. طبعا هجيب لكم بالتفصيل المميز عشان تطلع بنفس الحلاوه بنفس الطعم، محدش يكون غلطان في حاجه. هنجيب معلقتين الزيت او السمن نحطهم هنا كده عادي اهو زي ما انتم شايفين. حلو، هنجيب البصل بتاعنا اهو، نحط البصل نقلب البصل، نفضل نقلب فيه معانا لحد ما لونه يصفر او قبل ما يصفر سنة صغيرة. نقلب فيه لحد ما المية اللي جواه تنشف سنة او يصفر لونه كده، لونه بدأ يصفر سنة زي ما انتوا شايفين اهو، وريحته بدأت تطلع. هننزل بيه الفلفل، نقلب شوية. طبعا الطريقة سهلة جدا مش محتاجة تعقيد، وفي نفس الوقت تدي طعم حلو جدا، وتقدر تعمليها سندوتشات لطفل تروح بيها المدرسة، أو تضيفيها على البيتزا أو على الكريب أو أي حاجة. دي أكلة جميلة جدا وتعجبك. طبعا أنا بحب الحاجة أعملها في البيت أحسن ما أشتريها من الشارع، وطبعا أنا واثق في النظافة بتاعتها جدا، تبقى آمنة جدا لو أنا هاكلها أو أي حد عندي في البيت ياكلها، خصوصا الأطفال. هبتدي أقلب كده لحد أما الفلفل أحس إن هو استوى شوية، كله دخل في بعضه زي ما انتوا شايفين. متسيبش لحد ما البصل يتحرق معانا، هو مجرد ما لونه يصفر كده والفلفل تحس ان هو بدأ يستوي. هننزل دلوقتي ايه بالشاورما او بالبانيه بتاعنا. شايفين البانيه، هنبتدي بقى نقلب في البانيه كده شويه، ياخد لسعة من النار، ياخد لسعة صغيرة اهو، ناخد لسعة كده تشويحة يقع عليها تشويح، ونخش طبعا كله مع بعضه، الفلفل مع البصل مع البانيه. بص لونه بيطلع ازاي البانيه، تحس ان هو ايه بدأ يستوي بس هو لسه ما استواش زي ما انتوا شايفين معايا كده. ان شاء الله بإذن الله تعجبكم الأكلة دي جدا. بس ان هو ايه استوى. نفضل نقلب كده شوية صغيرين لمدة 3 دقايق. انا
كده بالظبط قلبت لمدة 3 دقايق أو 4 عادي مش هتفرق يعني. طبعا انا جايب كوبايه ميه، هنبتدي نزود ميه، دي بزود ميه عشان تستوي كويس جدا معايا. كوبايه ميه حطيت على الشاورما، هزود كوبايه تاني. لحد ما احس ان ايه الميه غطت الشاورما بتاعي. اتقلب معايا كويس، في نفس الوقت ابقى ضامن ان هي ايه استويه كويس جدا. نحط الملح بتاعنا والفلفل الاسود يعتبر معلقة ملح او حسب الرغبة، في ناس بتحبش ملح كتير وفي ناس بتحب ملح كتير، زي ما انت عايز يعني، مش بحكمك بحاجة. وفي نفس الوقت الفلفل الاسود برضه نفس الطريقة. ونقلب كويس جدا عشان كل المكونات دي تدوب في بعضيها. نسيبها على النار، بس اهم حاجه نشوف غطا ونغطي الصينيه دي. نغطيها بقى باي غطا عندك هيك، ونسيبها مثلا حوالي 5 دقايق، يعني كل 5 دقايق كده نبص عليها اقل لحد ما الميه بتاعتها دي تنشف خالص وتبتدي تتحمر معاها. وبعد حوالي 10 دقايق او ربع ساعة نعري على الشاورما بتاعتنا، تلاقي المية بتاعتنا نشفت وتبتدي تتحمر معانا، تاخد لون ذهبي. نفضل نقلب فيها كده لحد ما تاخد الايه اللون الذهبي بتاعها. بدأ لونها يتفرد شوية اهو، ممكن ساعتها نوطي البوتاجاز لتحت. مع الاستمرار في التقليب بعد ما توصل للمرحلة دي يا جماعة هنديها سنة خل بس صغيرة عشان تحس تدي طعم فزع كده. سنة خل صغيرة خالص، شايفين بس كده كمان اهو. خدت سنة خل ده في الاخر بقى في الفينش خالص، الخل ده هيديها طعم خطير وطعم الشاورما الجاهزة بالظبط. وبكده خلصت حلقتنا عن الشاورما، واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم.